خمسة. نبي عيسى، نبي نوح، نبي إبراهيم، نبي محمد، والنبي موسى. نبي إبراهيم والنبي محمد والنبي موسى والنبي عيسى والنبي نوح. نبي محمد، نبي نوح، نبي عيسى، نبي موسى، ونبي إبراهيم. نبي محمد، النبي إبراهيم، النبي موسى، النبي عيسى، النبي نوح. نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، النبي عيسى، النبي موسى، النبي نوح، والنبي إبراهيم. نبي موسى، نبي نوح، نبي 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 محمد، والنبي نبي عيسى، والنبي إبراهيم. نبي موسى، نبي عيسى، نبي إبراهيم، نبي محمد، والنبي نوح. الأنبياء أولو العزم تعني أنهم سبقوا الأنبياء إلى الإقرار بالله وعزموا على الصبر مع التكذيب والأذى، وهم النبي نوح عليه السلام بعث إلى العالم أجمع، وبعد سنين طويلة من الدعوة دعا الله سبحانه بأن يبعث الطوفان ويغرق كل الكفار، وكانت معجزته السفينة التي بناها وحمل عليها من آمن ومن كل الحيوانات زوجا. النبي إبراهيم عليه السلام وقد سمي خليل الله، وأمر الله سبحانه وتعالى النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم من بعد ما قذفه فرعون في نار عظيمة بالمنجنيق. النبي موسى عليه السلام وهو كليم الله، حيث خصه الله بتكليمه وبعثه إلى فرعون لينجي بني إسرائيل، وكان من معجزاته العصا التي تتحول إلى ثعبان. النبي عيسى عليه السلام وهو روح الله، وقد خلقه الله من غير أب، وكانت له معجزات عديدة، فكان يحيي الموتى ويشفي الأعمى بإذن الله. النبي محمد صلى الله عليه وآله وهو خاتم الأنبياء وأفضلهم، وخصه الله بالإسلام الدين الكامل، ومعجزته القرآن الكريم. وهو كليم الله، أربعة. النبي عيسى،